الكنائس الكاثوليكية دائما ما تمتاز بالأصالة وغيرها من الصفات الفريدة التي تميزها، مثل التاريخ الكنسي العريق والتراث الذي بنيت عليها الكنيسة. ولذلك دعونا نتابع سويا هذه الفكرة من كنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك بسبرا بالقاهرة. يكتب لنا التاريخ الكنسي العريق أن كنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك بسبرا بالقاهرة تعتبر من أقدم وأعرق الكنائس الكاثوليكية، حيث يرجع تاريخ تأسيس هذه الرعية الأثرية والتاريخية إلى القرن التاسع عشر الميلادي، كما توالى على خدمة هذه الرعية لفيف من الآباء الكهنة وصولا إلى الراعي الحالي الوكيل البطريركي بالقاهرة الأرشمندريت بيوس فرح. تتميز الكنيسة بالعديد من الأيقونات المميزة، لعل أبرزها أيقونة العذراء سيدة البشارة شفيعة الكنيسة. وتتميز هذه الأيقونة الفريدة والمميزة بعمل العديد من المعجزات والشفاء، كما تتميز الرعية أيضا بوجود الصور الملونة المرسومة بالفريسك والتي تغطي السقف بأكمله. والكنيسة كذلك تتبارك بالعديد من الأيقونات المتكاملة، علما بأن الكنيسة تحتفل بكافة المناسبات الدينية. وللرعية أيضا طابق علوي يشرف على صحنها بالكامل. وشهدت الكنيسة العديد من أعمال التجديد والتطوير، ومنها عام 1986 والتي انتهت بتدشين الكنيسة، وغيرها من عمليات التجديد والتي كان آخرها في النصف الأول من العام الحالي 2021. وذلك تعتبر الكنيسة من أروع ما سجل لنا التاريخ عنها، فالعراقة والأصالة لا تتميز بها الرعية فقط، بل هاتين الصفتين يتميز بهما أيضا الحي الذي أنشئت فيه الكنيسة أيضا، وهو حي شبرا. وذلك الحي العريق يتميز بوجود كوكبة من أروع الكنائس الكاثوليكية بالمحافظة. حقا فكنيسة سيدة البشارة تستحق هذه المكانة. يا سيدة البشارة، صلي لأجلنا.